لكن بصفة عامة ما نقدرش طبعا نلوم سواء مدرب أو لعيبة في ملعب بالشكل ده للأمانة يعني. بالنسبة بقى للعيبة، تقييم اللاعبين من وجهة نظري طبعا أيمن أشرف أحسن لاعب في النادي الأهلي النهاردة. أيمن يمكن من أفضل المدافعين في النادي الأهلي في الفترة الأخيرة للأمانة. تحضير هجمة بقدمه اليسرى بيديك دايما عملية الاستحواذ، سواء نعم. تمرير قصير تمرير طويل. هو ده فعلا أهم ما يميز أيمن أشرف، إن هو حتى لما بيقطع الكرة بيقطعها بشكل حلو، بيباصي بيفكر بالعقل. بالزبط. المدافع اللي بيلعب بعقله ده مدافع تحترمه. معدل التاكلينج بتاعه مميز قوي، يمكن لو عرضنا حتى ارقامه هنلاقي ايمن اشرف يمكن تاني لاعب 90 دقيقه، تاني اكتر لاعب عمل تمريرات في المباراه كلها بعد حسام عاشور، اكتر لاعب قاطع كرات من النادي الاهلي ايمن اشرف قاطع الكره 19 مره، اكتر لاعب عامل تاكلينج صحيح مع محمد هاني، الاثنين عاملين 3 تاكلينج صحيح. ايمن اشرف في حته لما بنتكلم في بناء الهجمه تاني اكتر لاعب عامل لونج باص، عامل تمرير طولي، عامل 10 بعد عمرو السوليه، بنسبه دقه التمريرات وصلت ل 50%، يعني نص التمريرات الطوليه بتاعت ايمن اشرف صحيحه. عدد التمريرات القصيره الصحيحه بتاعته 45، التمرير الخاطئ بتاعه القصير 1 بس، يعني نسبه عاليه جدا. كورته حلوه، فاز بثلاث التحامات هوائيه، ارتكب فاول واحد. ايمن اشرف بصراحه مقاتل، عنده حته الروح، عنده الشخصيه، عنده بناء الهجمه، عنده التاكلينج الصحيح. مساك بصراحه مكسب كبير. انا بشوف ان ايمن اشرف لما بيلعب في المساك افضل لما بيلعب كمان باك ليفت من وجهه نظري يعني. وبالتالي هو اختيار ايمن اشرف كافضل لاعب في الفريق هذا هذه المباراه اختيار جيد. طبعا بالارقام يعني، هو كوره، ثاني واحد عامل تمرير طولي، كان يعني بصراحه قدم مباراه كبيره جدا يعني ايمن اشرف. ثاني واحد يمكن عمرو السوليه.